بلد صغير نشرت وانتشرت جيليتو بكل العالم، مطبخة مزيج من الأكل الصحي والأطباق الدسمة. بحلقة اليوم الشيف جوزيف رح يعرفنا على أطيب أطباق المطبخ اللبناني. هاي شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو اليوم مطبخنا اللبناني؟ مطبخ لبناني حلوم شوية مويز بتعرفي مزات يعني؟ ايه، المطبخ اللبناني مشهور كتير بالمزات تبعوله. مزبوط. فحنعمل شوية مويز من المطبخ اللبناني. حنبلش أول شيء بكبة البطاطا اللي هي عادة بتتاكل مسقعة، في بتنعمل سخنة بتنقلقل يعني، أما بتنعمل مسقعة. حنعمل مسقعة احنا. اوكي. حنعمل فاصوليا بالزيت اللي هي عادة كمان من المويز اللي بتأكل على المائدة اللبنانية. واللي اكيد بنعرف انه اكثر الميزه بتيجي فيجيتيريان، فهي اللي كثير مناسبه للاشخاص اللي بيتبعوا حميه غذائيه من الخضار. اوكي، هلا حنبلش اول شيء نسلق البطاطا للكب البطاطا. فكبة بطاطا مثل كبة اللحمه بنحط لها برغل 100%، بنحط لها برغل ونفس البهارات تقريبا اللي هن كمون وقرفه، بهار اسود، بهار ابيض. لازم تسالني عني، بتسالني الي يا شيف عن الكمونه. ايه، مش كمونه البندوره اللي انتم بتعرفوها بجنوب، اللي هي اصلا طلعت من جنوب. نحن بنعملها بخضره اجمالا، بنعمل يعني؟ خضره يعني مثلا بقدونس، نعنع، بصل اخضر، فليفله، بتعملهم على المولينكس. بعدين بتحط لها برغل، بتحط لها برش حامض حر حسب الرغبه، بتحط لها بهارات، في يعني مثل التحويجه. ايه هيدي تحويجه منشفه كمان بنطحنها معاها، وبتحط لها كمان حبق، مرتشوش، اشياء معطرات، فبتطلع ريحتها لهيدي الكمونه يعني بكل البيت لما يكونوا عم يعملوها، خصوصا من زمان كانوا يدقوها دق على بلاطه. 100%. فقد ايه بتطلع طيبه خصوصا مع اللحمه النيه. 100%. هيدي هي نفس الشيء الكمونه اللي عم نحكي عنها، اللي حطوا حتى في ناس بحطوا فيها برش برقدان. مزبوط. قشر البرقدان، قشر الورد، ورق الورد. ايه مزبوط، هيدي بالتحويجه، ورق الورد، عندك كمون، بهار الكمون، ورق الغار، كل هول بيعطوها طعمه زياده. فلفل اسود، امرار بحطوا هيل. 100%. كلهم هيدول. فهودي هن البهارات الكبه بالاجمال. بس هي بس هيدي بس تابعه لمنطقه الجنوب بلبنان اكثر من الشمال. الشمال عاده بيعتمد على بس ملح بار اسود، البهارات اجمالهم بس بهارات خفيفه مش هالقد بهار. اوكي، فهلا حنحن نسلق البطاطا لتستوي. بس هي طيبه كمونه البطاطا يا شيف، خصوصا من زمان كانوا كمونه البطاطا او كبه البطاطا، خصوصا من زمان كانوا يعتمدوها وقت مثلا ما كان في برادات، يروح على الفلاحه على الزرع. مزبوط، ياخذوا معهم اكل يقدر يقعد هذا الاكل وقت يعني اطول وقت ممكن من دون براد. 100%. ومن زمان اجمالا ما كان في برادات ولا كان في كهرباء، فيحاولوا يعملوا اطباق ممكن تقعد 6-7 ساعات تتحمل حراره معينه. هن بسموهم اكل بالزيت، اللي بيضاين اكثر بكثير بقى، بضلوا محافظ على وحلو يتاكل فاتر يعني، مش مسقع. مش هيك بسموه، ممكن حتى اكل مثل المسقعه، مثل البامي بالزيت، اللوبي بالزيت، فطره بالزيت، حسب الموسم. الخضره بينعملوا وبيضلهم يعني بيعملوا زيت زيتون لضلهم مده طويله. هلا هون حنفهم بصل.